طب يا جدعان، الفيديو المنتظر بتاع تطوير التشكيلة بتاعي، وللمرة التانية بنطور فيها التشكيلة. في فيديو فات طبعا اللي هو قبل اول امبارح كده، بس يعني ما علينا كده. في في روح شوفه كده، انت هتلاقيني بطور التشكيلة ازاي وبظبط الحكاية بتاعها ازاي. فالنهاردة بقى عايزين نطور التشكيلة اكتر واكتر، واشترينا مركزين جامدين قوي. هنبدأ بس بمركز كده فيهم، بس عايزين نظبط الحكاية كده على طول كده. اللي مش عاملين لايك اعمل لايك، واللي مش مشترك في القناة اشترك كده. ولا الحكاية خلاص قربنا على 7000 مشترك، وشكرا يا جدعان على الدعم والحاجات الحلوة اللي بتقدموها لنا. عايزين نرجع بس مالديني نفس مكانه، بس جبنا معاه الظهير ده يا جدعان. جبت الظهير ده، ناس كتير قوي كتبت لي في الكومنتات وكتبت لي ان هو سريع، بالاضافه لان انا ببص فيه يا جدعان، رحت لقيت عنده سمه حلوه قوي ان هو بيعرض يلعب عرضيات مبكرا. يعني بتلاقيه في مبكرا، يعني من بدري بدري بيلعب عرضيات، فده لو جات له عرضيه يعرض لك تبقى الدنيا حلوه قوي. في نفس الوقت بيطلع لقدام، في نفس الوقت سريع ان هو يرجع لورا، في نفس الوقت الدفاع بتاعه حلو. هنطوره، ومعانا نسخ مسكرانه، ومعانا حاجات كتير قوي ظبطها. وطبعا في لاعب تاني اشتريناه، في لاعب تاني اشتريناه، في لاعب تالت بالليل هيجي ان شاء الله. يعني اللاعب التاني اللي اشتريناه اشترينا جوريسكا يا جدعان، في مركز السي دي ام جامد قوي. اوفر 94 اشتريته ب 28 مليون. هو طبعا غالي دلوقتي، بس الفكره كلها ان احنا ايه اشتريناه عشان نحطه بس كده في مكانه. لا يا عم انت كده عايزين نحط جوريسكا، نزل كده اخونا جوريسكا. الاوفر بتاع التشكيله بتاعي ب 95 مرتاح. عايزين نبتدي بس كده في الاول خالص كده، شوف مين يحتاج يتطور، مين يحتاج يتظبط. انا شايف ان جوريسكا ده عايزين ندربه وهنجربه، بس لو لقيته حلو والدنيا بتاعته تمام هطوره اكتر من كده، هوصله اوفر 95 بنسخ مسكرانه. بس انا في الفيديو ده عايزين نديله بس كده تدريبات على الرايق، نديله 9 ولا 10؟ 10 يا عم. يا جدعان هندي جوريسكا 10 رانك كده. فبصوا هيزيد 8 في الايقاع، 4 في التسديد، 8 في التمرير، 9 في المراوغه، يعني فاهم، في الدفاع البدني، حلويات الجبدانيات. يعني بصوا زاد بالبدني بتاعه 101 اعلى حاجه، السرعه بتاعته بقت 90. اول مره كده يبقى معايا خط نص سرعته تعدي ال 90، بس يعني جامد. كانت برضه التانيين احنا هنزود له في ايه؟ انا مش عارف، انا هزود له الدفاع، لا نزود له التمرير، لا البدني، تحكم بالكره البدني ده يعني بيغريني بصراحه. بس عامه احنا هنزود له الدفاع، هيلعب سي دي ام وسي ام، نزود له الدفاع طبعا عشان ايه يبقى جامد قوي في الدفاع. فالدفاع بتاعه ب 103 ولسه 10 رانك. طبعا البدا احنا عايزين نطوره 5 رانك كده مرتاح. فيعني بص طوره 5 رانك، طوره 5 رانك، ما تزودش 5 رانك كده فاهم، تبقى الدنيا بتاعته في اللطيف منه ليه على الرايق. طيب 5 رانك؟ 5 رانك بس عشان عايزين نجربه، نجربه بعد كده نشوف هنطوره بنسخ مسكران وهل يستاهل يكون موجود في التشكيله ولا لا. احنا هنخش نجرب التشكيله دي مبدئيا، بس لا زيدان انا عايز ادربه. زيدان ده اديله ليفلايه ثانيه مرتاح، ادي زيدان ليفلايه ثانيه كده مرتاح على الرايق منه، على الرايق منه. هو زاد ليفل صح؟ زاد ليفل، انا بزود تاني ليه؟ خلاص نزود 2 في المراوغه وواحده في التسديد لزيدان، بقى ليفل 13. ولسه هطور اكتر واكتر، لسه هطور اكتر واكتر، تعال بعمل حاجات اجرب اكتر. التطور معايا يعني. يلا بينا بس كده نخش التشكيله، عايز نلعب معاك. جرب خش ضد التطور بعض معايا. اول مباراه، تفتح. ايوه طب يا جدعان اول مباراه كده هلعبها ضد واد عمي، بعد ما طورت التشكيله نجرب عليه جوريسكا ونجرب عليه الظهير. انا مش عارف انزل لكم المباراه كامله بقى واد عمي ولا ايه الدنيا، بس ماشي. اللاعب واد عمي هو كده كده قبل بطل فيها 900000، هو 900000 يعني يعتبر ايه، بنخش برده ماتشات مصنفه. اعمل لايك يا اسطى، هات لك كوبايه الشاي بتاعتك، دينا بنلعب ضد بعض انا واد عمي، هنشوف الدنيا تعمل. على فكره الموبايل بتاعي بيبقى سخن ماليش دعوه، وانا بلعب، بيبقى سخن، بيبقى سخن، ما تقعدش تعمل سخن بيبقى سخن وساقع والله، سخن وحطه في الفريزر، والله، بيبقى سخن والله، حطه في بيبقى سخن. التلاجة والدنيا برده هتعين. طب استنى، خليك انت، ايه طورت فاندر سار للاخر؟ لا مش للاخر، دي تشكيلة واد عمي يا جدعان، اللي معاه تيفيز ومعاه هاجي ومعاه يا توري ومعاه تشكيلة كلها هكرات، معاه تشكيلة كلها هكرات. نلعب كده بمورد الله، نلعب بمورد الله، وما بلاش نجاس، يا عم خلصان، بلاش نجاس، ولا عرضيات ولا فاولات. ماشي لا ولا فاولات، يا عم ماشي، ولا فاولات، فاولات تقدر تبصيها الا لو فاول من بعيد، يعني لو فاول من بعيد كده فتبقى لعبه حلوه، واحنا اللي نقرر من بعيد ولا من قريب. اول دوريسكا او فاندر سار، بس معلش انا شريتها شوت. اوعى ولا الحكايه، يخرب بيت ابوك على الرايك. ايه الغلطه الدفاعيه الشنيعه دي؟ انا مالك ماله يا ده؟ نسيت اغير البتاع اللي انت الدفاع عملته. ماليش دعوه، ماليش فيه، انت قلت مالكش انت فيه. العب غلطان، العب العب ماشي خد العب، واحد. خد واحدة ايه على التلاجة اللي في دماغي. اوعى تجليتش، اوعى بص الظهير الجديد ايه ده، ملوش لازمة، ده عدى عادي يا ظهير. حاسب من حاسب على الرايق، في الرايق من في الرايق من. الموبايل بتاعي بيسخن، الموبايل بتاعي بيسخن. اوعى من تيفيز، اوعى من الله ينور، مية الموبايل مية. بتاعك اللي بيعمل كده. أيوة والله العظيم. وانا والله موبايلي سخن والله، هتلاقيه بيضيع كور وحاجات. استر استر من زيزو، استر من زيزو. الايرلينج ادي اح، ازاي ما عدتش دي، ازاي ما عدتش؟ الله
أقول جوريسكا الخفيف الحلو. جوريسكا شكله جامد يا جدعان بأمانة، يعني أنا بعرف اللاعب جامد ولا من اللمسة، من اللمسة بعرف. أخونا الظهير، أخونا الظهير اللي يا لهوي على الظهير، يا لهوي على ده ظهير، الظهير يجيب وجع القلب. أوفر 93 بس لسه ما جربناهوش، يعني أنا هجربه لما أطوره بنسخ مسكرانة. على الرايق ديابي، ديابي على الرايق عامل والله العظيم، تعرض اقسم بالله الموبايل هو اللي عرض لوحده، اقسم بالله الموبايل هو اللي عرض لوحده والله العظيم يا ولد امباص، انت عارفني ما اعملش حركه، ما حتى لو عرض مش عرض بالشكل الغبي ده. الظهير الجامد، الظهير الجامد النرويجي، حاسب من النرويجي. اوبا لعبه حلوه بصراحه. طب يا ظهير، هو انت ظهير على الفاضي ولا ايه الدنيا؟ ده انت اوفر 93 يا صاحبي. طب يعني حرفش كتير، حرفش كتير، حرفش كتير عريك. ماشي طيب، انتهي الشوط الاولاني بواحد صفر، واحد بصراحة غير مستحق، يعني انا جايبه كده فمش هنحسبه بصراحة. احنا لو جينا الحق كده انا مش هحسب الهدف الاولاني اللي انا جبته ده، عشان كده كده هدف يعتبر ايه، مش هو غلط غلطة، وانا عايز اجيب اهداف محترمة، عايز لما اجيب اهداف محترمة. ولا لحقها جينيول، جينيول حكم اوعى ضربة والله جزاء، العظيم ما في اي ضربة حاجه، اي كده كده جزاء، ضايع كده كده ضرب، ضايع. هنطلعها ايوه بره. ما ضربات الجزاء بتضيع. ماشي ماشي. شفت ازاي ده؟ شفت فاندرس ايه يا مجنون، ايه الحياة مجنون، بس حرام يا اخي، حرام يا اخي، بس انا كنت اجيب هدف اصلا بجينيول. ماشي ماشي، خش عليه، خش عليه، امسك يا ظهير، امسك يا ظهير، امسك يا ظهير، عاش يا ظهير. الظهير يعني شغال، يعني لحد ما لسه انا هطوره بنسخة تانية بمسكرانه بعد الماتش ده، يعني ونخش بيه رانك بعدها. طب ايه طيب، ايه طيب، الحق الحق يا فاندر يسار، الحق يا فاندر يسار. النرويجي اثيوبي، اثيوبي ايه؟ بص اثيوبي وجنيولا، وجونيو ولا الحكه جنيول، عملت اللايك يا حبيب اخوك، عملت اللايك، لسه هنطور وهنلعب تاني، اوعى تكون فاكر ان دي اخر مباراه، ايه بالك؟ هذه المباراه لن تكون الاخيره، لن تكون الاخيره، بل هذه البدايه، هذه البداية. جوريسكا جامد، جوريسكا جامد ويستاهل ان انا اطوره اكتر، يعني بصراحة ربنا يستاهل قوي ان انا اطوره. الرأي الرأي الرأي، اخونا ديابي النرويجي، تتصد تتصد تتصد، ما نعملها تتصد. ماشي ديابي، اخويا ديابي، اخويا ديابي. كفاية فاول ولا ايه، فاول ولا ايه، فاول ولا ايه، يا تخلص تعال نلعب على الكوشري، خلص تعال نلعب على الكوشري، ايه الكوشري. خلاص الماتش خلص، خلاص الماتش خلص، خلاص يا جدعان ينتهي تنتهي، يلا يلا العب، ماشي يلعب يا اما انا سبته. ماشي خلاص يا جدعان، المباراة انتهت ب2-0، عايز اروح اطور ظهير، ومحمد يعني خسر وكده، هو خسر فلوس الكشري، الكشري فيه خسر فلوسه، فانا هاخد فلوس الكشري بتاعته، تمام، مون. وتعتبر 1-0، اطور الظهير ونلعب واحد كمان. طب يا جدعان انا هطور الظهير بواحدة ماسكرانو، لان انا شايف ان الظهير ده يعني حلو، انا بصراحة ربنا شايفه حلو وشايفه يستاهل بصراحة ربنا، عشان كده انا هطوره واحدة. نفس النظام انا شايف اني جوريسكا، جوريسكا برضو انت ما اديتش تركية التصنيف، جوريسكا انت طمارة.
ما انا لسه ما اديتش جوريسكا برضو، شايف ان هو بصراحه ربنا يستاهل الاثنين. انا كنت نفسي اطور بواحده واجرب زيك وخاطر، بس بلاش. انت ما جربتش بواحده؟ لا ما جربتش، اديته اثنين عشان ايه ما نخسرش الواحده. والله العظيم والله كنت العظيم في هتيجي، حرام، فيعني والله تعال كانت نديله كده هتيجي. واحده في الدفاع بصراحه، ربنا جامد جامد ويستاهل التطويريه دي عن ظهر القلب. الظهير ده برضو يعني عراج منه حلو، عايزين بس نعلي له بس الحاجات دي يعني فاهم، على الاقل خالص نخليه مثلا ليفل حلو، مثلا ليفل 10 خليه ليفل 10، خليه ليفل 10 زاد 6 في السرعه يا جدعان، ده سرعته بقت 107. بصوا عليه بصوا عليه بصوا عليه، وده لسه هزود له نقاط المهاره بتاعته اساسا، لسه هزود له نقاط المهاره بتاعته هو اساسا. كان العب ماتش ضد محمد انا مش عارف، عايز ادفع ازود له الدفاع، زود له الدفاع، زود له الدفاع احسن. فالدفاع بتاعه بي 94، المراوغه بقت 101، السرعه 107. ده يعني الى حد ما الظهير ده كويس وفل الفل، ولسه هطوره اكتر واكتر وادي له كمان واحده مسكرانه، بس نتقل شويه نتقل شويه كده عشان نشوف دياب اللي هيجي ممكن يحتاج مننا واحده مسكرانه، لان هلعب ضدك صح. نخش ماتش كامله كده وبعد كده نقفل الفيديو على كده، نخش مباراه كامله، تعالى نلعب وجه لوجه، نخش مباراه ثانيه كامله ضد محمد واد عمي، ضد محمد واد عمي. وانا عارف ان انتوا زعلانين ان احنا ما لعبناش الفيديو ده رانك، بس يعني محمد برضو يعتبر رانك ويعتبر ماتش بجرب اللعيبه، بجرب اللعيبة. الفيديو الجاي هعمل لك بقى تجربه اللعيبه رانكات بتاع دي اللي بحلق بيها شعري، دي اللي بحلق بيها شعري، بحلق بقى شعر الحنكلول، حنكلول طويل قوي، اوعى تكون فاكر ان بتاعها عشان صغيره فانا الحنكلول بتاع لا الا كله الا الحنبول يا باشا، كله الا الحنبول. اوعى تتكلم في الحنبول، اوعى تتكلم في الحنبول، اديني بقول لك اهو. انا ناس لايف بتقعد تسالني تقول لي هادي طب هو كام سنتي، اقول لهم لا يقاس بالسنتي. طب هادي هو كام متر؟ لا يقاس بالمتر. طب امال يقاس بيها؟ هادي يقاس بالبلدان، بالبلدان يا اخويا، بالبلدان يا اخويا. فوالله بينا، والله بينا جينيول، جينيول يدي لجوريسكا، جوريسكا متطور، جوريسكا متطور. وديابي انت عارف برغم اللعيبه كلها المتطوره اللي انا شاريها دي لسه عايز لعيبه تانية. يعني الغلب نكلب، الغلب نكلب، راح على البوصه، راح على البوصه. امال انا اعمل ايه على كده؟ يا ده انا على جالي لعبتك انت متطوره مرتاح اصلي والله العظيم. الزهير بعد ما اتطور جامد، الزهير بعد ما اتطور جامد. عايزين نهاجم هجمه بالظهير، نهاجم هجمه بالظهير، نحاول نعمل بيه لقطه. وبس محمد عشان قاعد جنبنا والله العظيم قسما بالله مباصي يا ولدي، مش عارف هو ليه عملها كده والله العظيم. اقسم بالله، اقسم بالله مباصي اللي جيت الموبايل لوحده عمل الحركه الزباله اللي عملها دي. والله زينت اخونا الفرنبونك، وحشني الفرنبونك. اه يا ديابي، اه صوتي فيه بحة عشان كده تلاقيني بقول احا عالرايق عالرايق. خالصة بس، خالصة بس. ايه طيب، ايه طيب، ايه يا زيزو، ايه يا زيزو، ايه يا زيزو، ماشي ايه يا زيزو. طب ما خش يعني. طب ايه يا صاحبي، امسك يا جوريسكا، اوعى يا جوريسكا يا جامد. شفت جوريسكا شديد، ايه جوريسكا شديد، ايه شد من ايه توري. بص يا توري بقى، الحق الحق، فين دياب يا اسطى؟ مش شايفين دياب يا اسطى، عايزين نشوف دياب يا اسطى. معاك دياب الحاجه و90، عايزين نشوف. المروحه بايظه، المروحه بايظه، سوري سوري سوري، المروحه بايظه. في اطفال بتتفرج عليا، عارف 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 عارف. قشطه بيس، فل الفل فل فل. ده المروحه بايظه يا حبيبي، المروحه بايظه يا بابا، المروحه بايظه. اوعى تكون فاكر ان عشان الناس تبدا تكتب لي في الكومنتات في اطفال بتتفرج عليك يا دي، فبلاش تشخر للاطفال دي فاهم. والاساس ان الطفل ده مثلا تلاقيه مشغل مثلا فيديو بتاعه مشغل جنبيه بورن هاب فاهم، لو فاهم مشغل فيلم سي. والله العظيم مش عارف، عارف ان هو اللي هو فاهم والله العظيم، ويفضلوا يحاسبوني انا لو في اطفال بتتفرج عليك يا دي انت ازاي تشخر. وتلاقي الواد فاهم، هو بيسمع الكلام ده فاهم، بيشم كله جنبي على فاهم، بيشم كله بيتفرج على الفيديو. انا اسف يا صاحبي، بس يعني انت ديك شفت فاندر سار شديد ازاي؟ جينيولا كان هاجي صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ قول صح يا اسطى عشان ارتاح. استور مني، استور استور ملار تو، استور استور عريك، استور من جينيولا، استور. كانت المفروض تعدي، اقسم بالله يا جوريسكا انت شديد قوي يا جوريسكا، جوريسكا حلو قوي ياض، خفيف وحلو بصراحه. اللي معايا ده ب 50 مليون، بس النسخه العاديه مش عارف عامله لها 18 ولا كام، النسخه ال 92. لا لا لا، زيه زي ديابي اللي هنجيبوه، هنجيبوه بالليل. طب ايه طيب، شو هالخرا، شو هالخرا، اترشنا اترشنا بريبري،
معلم اتراشنا بريفر. ايه هي معلم اتراشنا اتراشنا غيرت بريفر ملعب في لحظة بسكعة أداء. زنيت ابن اللذين، زنيت ابن اللذين، بس اتراشت اتراشت هدف ار 2. طب انا بالنسبه لي الهدف اللي جبته محقق يا اسطى في فاندر سار ده وضاع، يعني يرضي مين ده يا اسطى فين اللي جبته ده؟ اللي كان المفروض يجي وما جاش؟ اتفضل وزنت اتفضل. وزنت يا جدعان، مباصي بقى لي نص ساعة يا جدعان، يا دين أمي. تعال، طب ايه، طب هنفضل نجري ورا بعض كتير؟ استر من المرتدات، استر يا ابوي. كانت حلوة، كانت حلوة، كانت حلوة. طب ايه، طب انا هخسر ولا ايه؟ لا ما اخسرش، لان انا طورت، يعني انا ما كنتش مطور التشكيلة، فزت طور التشكيلة. اخسر، النرويجي هو اللي هيعملها، هو محدش يعملها غير النرويجي يا اسطى. حرام يا حكم يا ابن كنت عايز تدي سرو للواد اللي جنبي. تعال، يخرب بيتك يا سار يا جدعان. يا جابي لا العب نظيف يا ابني، العب نظيف يا ابني. صوتي فيه، خسر الكشري على فكرة هو التاني. صوتي فيه بحة كده، فلوس الكشري رجعت له، صوتي بيه فيه بحة، ويا ريت من لو ما نقولش أحا. طيب هنقفل على كده ونتقابل تاني بعدين يا رجالة، في تطوير آخر، في تظبيط آخر، في دنيا أخرى. سلاموس.